اختي داز عليا واحد العذاب اللي غنقول لك عليه اختي بزاف. ما كرا انا مكذبش عليك، ما كنتش منتظر غنوصل لهاد الدرجه. ملي مشاو لي الوالدين حسيت براسي تنقصت من حياتي، ملي شفت راسي ضريت بزاف. كان مقاوم وكان خدام مسكين هاز 10 نفوس وموكل لهم شربنا. ملي مشات الضحيه كامله ضعنا، بقيت الام ديالنا هازه معانا هازه الهم بزاف. احنا باقيين صغار، ولو كنت الوالدة مسكينة هز الهم، وكنا منتظرين على هذه القضية ديال امي غتبقى معذبة معانا في العذاب. تصدق تخرجت من دراسة باش نعاون امي ونعاون خوتي باش ما يبقوش مشردين. انا كنت نتعاون معاها، ملي ريحت من الخدمة تعاونت مع امي في الدار. علاش؟ حيت امي هي اللي كاينه عندنا في الدار، وانا اللي كاين عندها في الدار خوتي كاملين، وما عنديش خواتاتي. خوتي ما عنديش، اختي ما عنديش، انا ما عندي حتى شي اختي. عندي انا حاجه واحده اللي عندنا هما الرجال، عندنا رجال عندنا في مجموعين في الدار. انا نط اش درت؟ نط درت واحد مجهود كثر، ريحت من الخدمه وريحت من القرايه على قبل امي باش نهز خوتي. حملته بالشقا والصابون، ما خليت ما درت، تعذبت معاهم مزيان وبقيت مع امي حتى ماتت. ومني ماتت وبقيت معاها تاد فنتا، وشردوني خوتي كل واحد لعب بيا بجهه، وجراو عليا وشردوني في الزنقه. بقيت في الزنقه تنتلاوح نعد الواحد لواحد يلوحوني بجهه، وما كاينش لي عين بيا وما كاينش لي حن فيا ما غير الله سبحانه وتعالى. اي واحد تمشي لعندو تيردني بلا خاطري، ديما مكرفص، ديما واكل العصا، ديما تنحس براسي مضيق، تنبغى ندير شي حاجه تعصب مع الله، وتنخاف ما تنقدرش ندير شي حاجه اللي غيعصبني عليها الله. انا كل مره تنبات في المحطه، مره نبات في المرسل، مره كل مره تمشي نبات في الجرادي، ومره نمشي نبات في النارميطاج، وتنبات في السكه ما خليت حتى بلاصه. عانيت بزاف. الزنقه صعيبه باش انسان باش يوصل ليها، باش غير اللي استفد منها واحد شي محاول اللي فيها الدنيا هذه. اخويا راه ما نقولش لك عليها، الانسان يستفد منها ويخرج يشوف بعينيه الا بغى يجرب باش يعرف الحق الدنيا كي دايره. هاد الارض هذه الانسان اللي يتشرد فيها راه صعيبه باش يوصل، باش يوصل شي حاجه اللي غيوصل ليها. خص يكون الانسان عنده النفس حاره، والتشرد صعيب. انا ما عمري خرج التشرد، ولكن ملي مشاو لي الوالدين عرفت حق التشرد كي داير. انا دابا التشرد اللي مشرد فيه 5 سنين وانا مشرد، وانا تنعاني ما كاينش لي حن فيا. والخدمه هي الاخرى ما خدامش، اي خدمه تمشي ليها تيطردوني. وتمشي الخدمه عاد عباد الله، تمشي نغسل الكيسان، نغسل المواعن، ما تنخلي حتى بلاصه باش نوكل راسي باش نعيش راسي. انا دابا 3 شهور ما خدمت، 3 شهور ما شفت الماكله مقاده بحال عباد الله، ونحس براسي انا عايش مع الناس، ونعيش انا بحال المجتمع مع الناس. انا نحس براسي انا عندي عائله، تنشوف راسي انا عايش الحمد لله. انا الحمد لله واخا تشرت، واخا تشرت حاجه واحده اللي وقعت ليا هو الانسان تمشي لعندو تبغى نوقف عليه تيعطينيش وجه وما تعطينيش وجه. كل واحد والو ما كاينش اللي يعتقني حتى واحد. تنصبر في حقي، تنديرها في قلبي، تنصبر وتنمشي لشي بلاصه تنبقى مكأمد، تنحس براسي مظلوم. كريتو اختي ما شديتو اختي، تا وقفات معايا واحد السيده اللي وقفات معايا، تا مشيت خدمت، ومني خدمت ضربت معاهم واحد 5 سنين، جراو عليا ما حسيت براسي تا تشردت، هما جراو عليا. بقيت انا جالس في هذا المحل تنخدم عند عباد الله، ناكل معاهم شويه من هنا ونجيب نخلص الكرايه. دابا ما لقيت باش نتحرك، ما عندي حتى باش نتحرك، ما عندي حتى باش ندير شي حاجه اللي غنوقف عليها. دابا انا وحلت، ها هو المدير دابا قال لي الا ما خلصتيش الكره غتخرج تعطيني تي ساعه قلب على رزقك. انا ما عندي ما ندير لك، انا ما لقيت كيفاش ندير. انا بغيتو مع اللي يساعدني، اللي بغيتو اللي يعاونني، اللي بغيتو اللي يوقف معايا حتى انا ويدير مجهودي. عندي الصنايع اختي اللي قلت لك عليها، عندي الاحذيه، تندير الصباط، تندير هادشي ديال السيكان، تندير هادشي ديال الكوير، ولكن ما لقيتش شي مساعده باش نحاول حتى ندير مستقبلي بحال انسان، حتى ندير الوليدات وندير حتى المشروع بحال انسان. نحس براسي حتى انا واحد انسان، بغيت نغير حياتي حتى انا، ونحس براسي حتى انا انسان
انا ندير الوليدات انا ندير ندير المراه وندير حتى انا محل ونجمع الشمل. انا بغي نحاول ندير مستقبلي، تنطلب شي واحد يساعدني وبغيت انا يوقف معايا. هذا هو الطالب اللي تنطلب، ما بغيتش نتشرد. هاد التشرد تنخمم ليه بزاف حيت انا عارفه، حيت عانيته بزاف، ولكن صعيب صعيب باش تنعس في الزنقه. اما البنادم اللي نعس في الزنقه يجربها، يجرب الشتاء ويجرب البرد ويحس بها ويقول هذا الانسان راه كاين، ولكن اما ما مجرباش راه معمو ما يقول شي حاجه، راه غينتظر شي حاجه غيوصل ليها. نحس براسي حتى انا يقولوا هذا مالو دير هاد الحالة باش يطيحوا مني ولا يديروا هذا الشمكار ويسحبوني. انا ما تنوصلش لهذيك الدرجه. علاش؟ حيت النفس اللي واصلاني لهذا الشيء. الا كون ما تكتات النفس ما نجيش نستقر وكون بقى مشرد، ولكن النفس اللي موصلاني لهذا الشيء. علاش؟ حيت انا ما موالفش في هذا الشيء اختي، هذا الشيء ما عمرني وصلنا ليه. ملي جابت الظروف ومشاو لي الوالدين ما لقيت كيفاش ندير اختي. انا اضطريت بزاف 5 سنين وانا تنعاني في الزنقه وزيد عليها 14 عام. انا داخل دابا في 15 عام ولا 16، كي غندير؟ تشرد صعيب باش بنادم يوصل ليه، تشرد باش توصل ليه ما يكونش عندك الحباب وانت تضطر في زناقي، ما بقات عندك حياه، وليت مضرور. انا علاش؟ انا ما لقيت حتى خدمه هي الاخرى، ما لقيتهاش وانا مضرور. علاش؟ تنشوف راسي انا واكل حتى شي واحد ما حن فيا ما غير الله.